للاتحاد الأردني لكرة اليد، إذا ممكن اعتبارها نتيجة طيبة حتى اللحظة. بالأمس حقق منتخبنا أول فوز له في البطولة الآسيوية العشرين المقامة في مدينة الدمام السعودية، بعد فوزه على منتخب سنغافورة بأربعين هدفا مقابل 19. وسيطر منتخبنا الوطني على مجريات المباراة واستحق الانتصار بفارق كبير بلغ 21 هدف لينهي دور المجموعات بفوز وخسارتين أمام كل من الكويت وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز الثالث وينتقل للعب على المراكز الترتيبية. هذا وسيلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد في الأدوار الترتيبية من 9 وحتى 16 يوم غد السبت مع منتخب فيتنام الساعة 5 بتوقيت الأردن، على أن يلتقي الأحد منتخب الإمارات ويختتم مبارياته الترتيبية في البطولة الآسيوية يوم الاثنين بلقاء منتخب الهند.